السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بأفضل صحة وأحسن حال. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ان شاء الله النهاردة فيديو جديد، بس لو عجبك الفيديو حطيه لايك واشترك في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه. ان شاء الله النهاردة انا حبيت اشارككم الغدا بتاعي. انا النهاردة هعمل حاجة بسيطة جدا، هعمل صينية كفتة بالبطاطس، يا رب تعجبكم. بس مكوناتها سهله وبسيطه جدا ومش هتاخد معانا اي حاجه. واهم حاجه بقى تحطوا لايك وتقولوا لي ايه رايكم، ويلا بينا نشوف انا معايا ايه النهارده. بس يا رب تعجبكم. اي حبايب قلبي، انا المكونات اللي معايا سهله ومفيش فيها اي حاجه، بسيطه خالص اهي. انا معايا طماطمايه كبيره متقطعه التقطيع ده عشان انا هضربها في الخلاط، ومعايا قرن فلفل، ومعايا بصلايه متخرطه برضو، ومعايا اللحمه اهيت، ومعايا ده موج بقسماط انا حاطه فيه بقسماط، ومعايا البطاطس اهي مقطعه الشكل ده اهوت اللي هيعجبك اي شكل، بس انا هقطعها كده عشان هفردها في الصينيه. ومعايا البهارات اللي معايا، انا معايا ملح، ومعايا ثوم باودر وبصل باودر وزعتر وبهار لحمه وفلفل اسود، بس هي دي البهارات اللي معايا ودي المكونات اللي معايا. يلا بينا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. بص يا حبايب قلبي، انا بحب اضربها في الخلاط عشان تكون ناعمه مع اللحمه كده. انا هجيب الطماطمايه احطها الاول تحت عشان تسهل معايا الضرب، واحط عليها الفلفل واحط عليها البصل بالشكل ده كده اهو، وهجيب البهارات بتاعتي واحطها عليها، هحط كل البهارات دي على بعضها كده اهي بالشكل ده كده. بسم الله بالشكل ده كده. اه يا حبايب قلبي، طبعا انا مش هحط عليها ميه عشان انا مش عايزه تكون فيها ميه، انا بس هجيب بيضه عشان تسهل معايا الضرب بتاعها وانا بضربها في الخلاط. هحط عليها البيضه مع الطماطميه بقى والبيضه، كل ده هيسهل معايا وانا بضربها في الخلاط. هضربها في الخلاط وهوريها لكم. اهي يا حبايب قلبي، انا ضربتها في الخلاط، شفتي المكونات معايا عامله ازاي؟ انا محتاجه المكونات دي جدا اللي هتبقى كده سايله معايا، مفيش بقى فيها قطعه من اي حاجه ولا من اللي انا حاطينها، هتدي طعم حلو قوي في اللحمه. طبعا انا هشيلها كده على جنب، وهجيب الصينيه وهحط فيها البطاطس بتاعتي، وهاخد يجي معلقه كده من التتبيله بالشكل ده كده عشان اتبل بيها البطاطس. طبعا لما تاخدي بقى كده من التتبيله وتتبلي فيها البطاطس بتدي طعم كمان للبطاطس مع اللحم. طبعا يا حبايب قلبي، انا هو حطيتها كلها، قلبت كده البطاطس مع التتبيله ورصيت البطاطس في قلب الصينيه بحيث ان التتبيله تبقى في البطاطس كمان، فالبطاطس كمان تتبل معايا بالشكل ده، وهركنها بقى على الجنب. وهجيب اللحمه، طبعا اللحمه كان فيها قطعه كده ساقعه لسه متلجه، مش مهم، انا هحط الخليط عليه وبايديا، وانا ايديا دافيه هتفك كل الحاجات الساقعه اللي في اللحمه كده بالشكل ده كده. هحط عليها الخليط بتاعها التتبيله، هنزل كل الموجودين في الطبق كده اهو، وهاخد ده ايه بقى كل ده تقليبه كده، هقلب اللحمه مع التتبيله بتاعتها دي، وهتلاقي وانا بقلبها اللحمه هتفك معايا بايدي عشان انا ايديا دافيه بالشكل ده. هقلبها واوريها لكم اهو. بصي طبعا يا حبايب قلبي، انا قلبتها اهو اهو، مفيش فيها ولا حته ساقعه، كل اللي كان فيها فك. وهجيب بقى شويه من البقسماط، هحط البقسماط شويه بشويه وهقلب، هعجنها كده اللحمه مع البقسماط، مش هحط بقسماط كتير، لو احتاجت تاني شويه هحط، ما احتاجتش خلاص مش مهم، حط كده شويه بشويه واقلبها كده. طبعا يا حبيب قلبي، انا قلبتها بس كانت عايزه شويه من البقسماط كمان، فانا هحط لها كمان شويه، هاخدها شويه كده وهرجع برضو اقلبها تاني. طبعا انا قلبتها اهي يا حبايب قلبي، اهي كانت مسكت معايا بس عايزه برضو شويه من البقسماط، بس لا انا حطيت لها شويه وقلبتها، بس هي كده مش محتاجه الشويه اللي انا وريتهم لك ده، هي كده الباقي طبقه من البقسماط من المج اللي كان معايا شويه صغيرين بس. وهقلبها بقى كده، هعمل بقى اخد حته من اللحمه كده وهعملها صوابع صوابع، شوفي انتي كده تلاقيها ماسكه معاكي، هي كده بقى ناجحه معاكي، ولا محتاجه بقسماط ولا محتاجه اي حاجه، كانت ريحتها ما شاء الله فظيعه اهي بالشكل ده. هصبحها بقى وهوريها لكم.
طبعا يا حبيب قلبي انا صبعتها وخلصتها وحطيتها في قلب الصينيه على البطاطس الخلاط اهو، مطرح التتبيله ما كنا ضربناها كان فاضل معايا شويه توابل كده موجودين فيها من الخليط، فانا حطيت عليه شويه ميه عشان احطهم على اللحمه على الصينيه عشان خاطر تستوي البطاطس، تستوي والكفته معايا تستوي. بس انا حطيت شويه دوبك يغطوا البطاطس كده بالشكل ده كده اهو، يا دوبك ايه تغطي معايا البطاطس. هحط طبعا شوية كده، طبعا انا حطيت على التتبيلة عشان خاطر اللحمة والتتبيلة كله ياخد من بعضه اللي في الخلاط اهو بالشكل كده اهي. هغطي بقى طبعا عليها وادخلها الفرن، وما تطلع من الفرن هوريها لكم. اهي يا حبايب قلبي طلعت من الفرن اهي، بسم الله ما شاء الله. ايه البطاطس مستوية واللحمة مستوية، واللي تحت المفضل ده الصوص بقى بتاع اللحمة نزلته على البطاطس دي بتبقى خطيرة. يلا يا رب تجربيها وتطلع معاكي بحلوة وبألف هنا، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.